انتشار الأمراض والحميات وتزايد الضغط المستمر على المرافق الصحية بمحافظة الضالع يجعل من تدخل المنظمات أمرا ضروريا، خاصة في غياب شبه تام للسلطة المحلية. حوالي أكثر من 75 قرية، المركز الوحيد الذي يقدم الخدمات للمرضى. نحن علينا ضغوطات في انتشار الأوبئة والحميات في الآونة الأخيرة، برغم إمكانيتنا البسيطة لكننا مستمرون في العمل. هنا في منطقة غول الديمة شمال مديرية قعطبة يقع المركز الصحي الذي يواصل العمل بجهود مضاعفة رغم شحة الإمكانيات ونقص الدعم وغياب أي تدخلات من الجهات المعنية. أحيانا زحمة ما يقعش من الكادر النسائي من اثنتين أو ثلاث، يعني تعب عليهن، ولكن الحمد لله حنقدم الخدمة تمام إن شاء الله، لأنهم يعني يجوا ثاني يوم اللي قد فرغوا نعمل لهم مغذيات وبارس على يعني وصفة الطبيب. ناقصنا داخل المركز فراشات مغذية، يعني بلستر، أحيانا يعسلنا البلستر ما نوجدش يعني البلستر، يعني نتصرف أحيانا والله يدونا من حق القات نضبط احنا نطالبهم انهم يعني يدعمونا بهذه الحاجة، لان انا منطقة اقول لك ريفية وما بش معاهم، هذا يقول لك ما بش معي حق فراشة وما بش معي حق، يعني قاعد نساعدهم باكثر شيء. من مناطق ريفية مختلفة يستقبل المركز الصحي جميع الحالات ومنها المرضى المصابون بفيروس كورونا، حيث يقوم هذا المركز بمعالجة الحالات حديثة الظهور، ويتم نقل الحالات المتقدمة إلى عاصمة المحافظة حيث يتواجد مركز الحجر الصحي الوحيد. نحن بحاجة الآن، بحاجة المجتمع إليه هو بالوباء كورونا والأوبئة الأخرى، لأنه الآن سبب الضغط ليس الخدمات التي سنقدمها. نعم احنا سنقدم خدمة الولادة وخدمة الأشعة، لكن ماذا يحتاج المجتمع في الوقت الراهن؟ يحتاج المجتمع في الوقت الراهن هو علاج الأوبئة. مراكز عدة بأرياف ومدن محافظة الضالع هي بحاجة للدعم سواء من السلطة المحلية أو من المنظمات المعنية في الجانب الصحي، وتزويدها بالأجهزة الحديثة لتقوم بدورها ومعالجة جميع الحالات. فالأدوية هذه والمحاليل هي كل ما تملكه المراكز، وهي لا تكفي لمعالجة حالات الظروف الطبيعية والمستقرة، ناهيك عن ظروف الحرب والأمراض التي تضرب البلاد. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.